نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر، ذلك على هامش الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولية للكتاب. ناقشت الندوة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما ألقت الضوء على النصائح التي يجب أن يقوم عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، كذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم. كبير جدا من الامور اهمها رغبتنا في ان المعرض ما يكونش سنوي، يكون يعني يعقد لاكثر من مره كل سنه، خصوصا في المحافظات اللي محتاجه ان احنا نوصل لها ثقافه في ظل منافسه كبيره جدا جدا من وسائل تكنولوجيه كتير ومن وسائل التواصل الاجتماعي. احنا طبعا شايفين الدور اللي قامت بيه التنسيقيه من خلال معرض الكتاب، يعني بعد ما التنسيقيه كان ليها تأثير كبير في الحياة السياسية، شايفين التأثير اللي هي عملته في الحياة الثقافية وفي معرض الكتاب. ندوات التنسيقية من بداية المعرض كانت الأكثر رواجاً، كانت الأكثر إقبالاً. وصلنا في النهاية أنه لازم يكون في استراتيجية وطنية للثقافة، مشروع قومي للثقافة الوطنية تدفع به الدولة ويدعمه المجتمع في اتجاه أن احنا نبقى عندنا مستهدف ثقافي رئيسي، وهو نشر الوعي ونشر الثقافة بقيم محددة، تكون القيم دي حصل عليها توافق مجتمعي. التوافق المجتمعي ده بالضرورة يحصل في مواجهة ثقافات سائدة سادت في المجتمع المصري ضد الوعي والعلم والمعرفة.